حدث عنف وشغب وحالة من الاحتقان في مدينة بنزرت على خلفية قرار الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم. نواب المجلس التأسيسي يصوتون ضد لائحة سحب الثقة من وزيرة المرأة والأسرة سهام بادي. وبدء التحقيقات في تفجيري بوسطن الأمريكية، وأوباما يتوعد منفذ العملية. تحية طيبة وأهلا بكم. شهدت مدينة بنزرت أعمال عنف وشغب عارمة بعد أن تجددت صباح اليوم المواجهات بين المحتجين من جماهير النادي الرياضي البنزرتي والرافضين لقرار الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم ورجال الأمن الذين استعملوا الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. حالة من الاحتقان عاشتها اليوم ولاية بنزرت، حيث نظمت مسيرة سلمية أمام مقر الولاية حضرت فيها جماهير النادي الرياضي البنزرتي للمطالبة بالتحاق فريقهم بمرحلة البلاي أوف. البارح العشية بعد الأربعة ودرجين بعد ما خرج القرار جاءوا يمكن ما يقارب يمكن 500 أو 600 شاب تحت القنطرة. بعد من تولية تلموا جاءوا جماعة أخرين من زردونة، مكثر مش من جمهور سيابيرة، ثم ناس داخلين عليهم مغطين وجوههم بالكاجول، عاملين مغطين وجوههم، هم اللي حرقوا البنكة وكسروا البلدية. لكن سرعان ما تحولت المسيرة إلى مصادبات بين مجموعة من الأشخاص ورجال الأمن، إذ حاولوا اقتحام مقر مركز الشرطة، إلا أن الأمن تدخل في الوقت المناسب واضطر إلى استعمال الغاز المسيل للدموع. بالنسبة للمجموعة ذي اللي تعديت على شارع بورقيبة، فما بعض منها حب يستغل الأحداث، يركب على الحدث، حب يمر أنا بين الطريق الرئيسي وطريق الفرعي اللي وين المركز وقدفة. هم الغاية متعاتهم عندهم غاية واحدة، هو المركز، استهداف المركز الأكثر الأقل، معاتهم حتى غاية أخرى. كما تقدمت هيئة النادي الرياضي البنزرتي بطلب إلى الجامعة التونسية لكرة القدم للنظر في هذه المسألة والتسريع بمعالجة هذه الوضعية حتى لا تستمر أعمال العنف. كما أعلنت الهيئة المديرة للنادي البنزرتي أنها قررت تعليق كافة أنشطته الرياضية في كل الأصناف وفي كل الرياضات وطنيا وقاريا ودوليا على خلفية قرار الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم بعدم تأهيله إلى مرحلة التتويج بالبطولة الوطنية لكرة القدم. جدد نواب المجلس الوطني التأسيسي ثقتهم في وزيرة المرأة والأسرة سهام بادي، وصوت 90 نائبا خلال الجلسة العامة ضد اللائحة وسحب الثقة من الوزيرة، فيما صوت 70 آخرون مع سحب الثقة، واحتفظ 14 نائبا بأصواتهم. كلمة وزيرة المرأة سهام بادي خلال جلسة المساءلة اليوم أكدت فيها أن التقصير الذي سجل في أداء وزارتها لا تتحمله وحدها، معتبرة أن الحسم في قضية الطفلة المغتصبة يعود للقضاء وحده. اتركوا القضاء يأخذ مجرى في هذه القضية. كيف الوين أغلق لي أغلق كل الظروف وتوى وعملي اعتصامات الحركة احتجاجية وينجي سكر وما بدرزقه يخدموا 40 أولياء بشكل قصهاب من برا خنزيدوا نصبر شوية ونعاود نرتر يا ودي عندي شرطة تتقل. مواقف الكتل النيابية في المجلس التأسيسي بخصوص لائحة سحب الثقة من وزيرة المرأة سهام بادي كانت متباينة بين الرافض والداعم لها في مداخلات لم تخلو من تراشق التهم. استعمل فيه الاختصار الذي هو حق أريد به باطل كمحاولة أو كوسيلة جديدة لتشويه صورة هذه الحكومة. وسمعت بتدخل الأخت زميلة من حركة النهضة، يعني ضيق صدر شديد بهذا التمرين الديمقراطي الذي نعلن من جهة ثانية استبشارنا به. سيدتي الوزيرة لم تكوني مختصة ولا تقنية ولم تكوني على الأقل تدير الأزمات، بل كنت سببا من أسباب الأزمات. علاش حتى أنت يقع اغتصاب الثنائي باش نجموا نتكلموا باش نجموا نعملوا حاجة هكا، ولا لازم نشوفوا برنامج نتاع الحكومة باش نلقاو فيه مكتوب إذا وقع اغتصاب طفلة فيمكن كذا وكذا. تجديد الثقة في سهام بادي اعتبره بعض النواب فرصة أخيرة لها لتدارك الاختلالات الحاصلة داخل الوزارة وتمنحها مدة 3 أشهر لعدم المساءلة مرة أخرى. نفذ أعوان وموظف شركة كروما قرطاج وقفة احتجاجية أمام وزارة الفلاحة تنديدا بقرار الوزير محمد بن سالم حل مجلس الإدارة وإعفاء مدير عام الشركة بسبب شبهة الفساد المالي والإداري.
مرة أخرى يقف عمال شركة كروم قرطاج احتجاجا على قرار وزير الفلاحة محمد بن سالم القاضي بإقالة المدير العام للشركة. هذا القرار اعتبره المحتجون تجاوزا للقانون وتعديا على الشركة وكل العاملين فيها. الوزير خرج فهمتي وقال معناتها يحب يحل مجلس الإدارة اللي هو فهمتي معناتها وإقالة المدير العام اللي هو فهمتي معناتها غير قانوني، لأنه مجلس إدارة منتخب من قبل الفلاحة همني، والمدير العام معين من قبل مجلس الإدارة. قاعدين السنة مالف ناخذوا في فلوسنا معناها ملحق نتاعنا ما ماش، واحنا عندنا خدمة بوتاج وكذا، واحد عليه كيعذبوا فينا عليه شنو ذنبنا احنا؟ نحن باش نراجعوا الملفات وبقدرة ربي لو سي سي في راهي برجالها بفلاحتها بخدمتها بالدنيا الكل راهي باش تبقى وهو. في الأثناء تمكن بعض المحتجين من الدخول لمقابلة وزير الفلاحة والتفاوض معه دون التوصل إلى حل. توا كنا مع سيد الوزير شد في القرار نتاعو، نحن مانيش موافقين على القرار هذا، على خاطر القرار ما يمثلناش، ما يمثلش الفلاحة نتاعنا اللي تمثل في تنحية مجلس إدارة وتنحية سيد المدير العام. الرد نتاعو كان معناها مو منهج، وعنده معناها مسارمة في تنحية مدير العام في تنحية مجلس إدارة. كما أكد عمال الشركة المحتجون تصعيد الاحتجاج حفاظا على الشركة وتمسكا بالمدير العام لها. قالت مصادر عالمية جزائرية إن 4 شبان جزائريين تعرضوا إلى التعذيب في إحدى مراكز الأمن التونسية في ولاية سوسة يوم 9 من هذا الشهر. وذكر الشبان 4 لجريدة شروق الجزائرية إنهما تعرضوا للقمع والتعذيب بالأسلاك الكهربائية والهروات والغاز المخدر. وقد أثارت هذه الحادثة غضب الرأي العام في منطقة ورقلة الجزائرية التي ينتمي إليها الشبان. وأشارت تقارير صحفية جزائرية إلى أن هؤلاء الشباب كانوا في تونس للسياحة، إلا أنهم تعرضوا لمحاولة القتل العمد من طرف رجال الشرطة التونسية. أظهرت نتائج استبيان مركز أوفياء لدعم قدرات المجتمع المدني ضمن مشروع مبادرة المواطنة للحوار الدستوري أن أولويات المشاركين في الاستبيان هي التشغيل والعدالة الاجتماعية وضرورة التنصيص على حقوق الإنسان. وأكد المدير التنفيذي لمركز أوفياء سمير الكيلاني أن المركز قدم تقريرا تضمن جملة من التوصيات المنبثقة عن نتائج الاستبيان إلى المجلس الوطني التأسيسي. في إطار مشروع مبادرة المواطنة للحوار الدستوري، قام مركز أوفياء لدعم المجتمع المدني بالتعاون مع جمعية أجيال المستقبل بجندوبة وجمعية يقظة بسوسة وجمعية مواطنون بقفصة بتنفيذ استبيان تحت عنوان استشارة حول مسودة الدستور الثانية. الاستشارة المدنية اللي عملناها هذه كانت الهدف منها أنه صوت التونسي يوصل، صوت 22,580 مواطن اللي احنا سألناهم انه صوتهم نوصلوه بكل امانة. النتائج كانت ما هيش موجهة الفكر ولا ايديولوجيا معينة. نلقاو عبادة تقول لك راهو انا مع تجريم الدعاية الحزبية داخل دور العبادة، ونلقاو عبادة تقول اللي هي تدعو انه تضمين المنظومة الدولية لحقوق الإنسان كأساس لحقوق الحريات في تونس. شمل الاستبيان 22,580 مواطنا ومواطنة بمختلف معتمديات قفصة سوسة وجندوبة، وهدف إلى معرفة آراء المستجوبين حول عدد من النقاط والإشكاليات الواردة في مسودة الدستور الثانية. كان البرنامج هذا اهتم بالآراء نتاع المواطنين، مسهم. صحيح لقينا صعوبات، أما خرجنا ان المواطن عنده افكار واقتراحات انها هي نجم تقدم بالبلاد. كنا شريك اساسي معناها في المشروع هذا مع مركز اوفياء في بالنسبه لولايه سوسه. الحاجه اللي خلتنا ان نشاركوا في البرنامج هذا ان باش نوصلوا صوت العباد، نحبوا نوصلوا صوت العباد، خاطر حاسين اللي فما برشا عباد في تونس صوتها موش واصل. وعلى ضوء هذا الاستبيان تم إعداد تقرير تقدم به المركز إلى نواب المجلس الوطني التأسيسي واللجان التشريعية لمساعدتهم على معرفة آراء عدد هام من المواطنين في خصوص جملة من النقاط المطروحة بمسودة الدستور. والآن ننتقل إلى الأخبار العالمية.
بدأ محققون أمريكيون بالبحث عن المسؤولين عن التفجيرين عند خط النهاية في ماراثون بوسون واللذين أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 100 في أسوأ هجوم في الأراضي الأمريكية منذ هجمات سبتمبر سنة 2011. فيما قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه لم يتم تحديد حتى الآن هوية منفذي هذه التفجيرات. قتل أكثر من 40 شخصا وأصيب المئات في حصيلة أولية جراء زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب جنوب شرق إيران. ووصل تأثير الزلزال إلى عدد من دول الخليج إضافة إلى الهند وباكستان، فيما قال مسؤول في الشركة الروسية التي بنت محطة بوشهر النووية الإيرانية. قال إن المحطة لم تتأثر بالزلزال القوي الذي وقع اليوم. والآن نعود إلى تونس ومع الفقرة الثقافية مع زميلة نشوى المجري. شكرا لك يا إيمان، أهلا بكم. أصدر المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة الموسوعة التونسية في نسختها الأولى، وتتضمن هذه الموسوعة في جزئيها تعريفا مستفيضا لأهم الأعلام والمعالم والمؤسسات والجمعيات والوقائع في تونس على امتداد تاريخها. الموسوعة التونسية مشروع تجند له عدد كبير من الإخصائيين والفنيين والمصححين لتتسع لكل شيء يخص تونس على منهج القواميس، إذ يمكن للقارئ أن يفتحها للتعرف على كل ما يخص تونس في الماضي أو الحاضر. الموسوعة هذه هي تحكي على كل ما يخص تونس، يعني فيها عديد المداخل متنوعة بجميع يعني الأصناف، دراسات و تعريف مستفيض بأعلام تونس البارزين الذين تركوا بصمات هامة وذات قيمة علمية كبيرة في جميع المجالات والاختصاصات. احنا الموسوعة هذه هي في شكلها أنيق، يعني على الأقل كي نقول الجاكيت ويعني معمولة بالبلكون ومعتها دوغيغا شو معتها نقول الغلاف جميل الداخل صحيح نواغي بلون يعني بالأسود والأبيض، صور أسود وأبيض كذلك ما فيهمش ألوان. علاش الاختيار هذا؟ احنا ناخذ موسوعات تلقى يونيفرساليس المجلد الواحد ب 700 دينار تلقاه، فهمت؟ احنا زوز مجلدات 1700 صفحة ب 150 دينار وقالوا غالي. نسبة كبيرة من المثقفين فرحانين بالصدور هذا اللي باش يثير المثقفة الثقافية التونسية باش يفيد التوانسة. هي النسخة الأولى للموسوعة التونسية، احتوت على بعض النقائص التي تفتح باب زيادة والتنقيح والتحيين ولما لا التحسين في النسخ القادمة لتمثل مولودا ثقافيا جديدا يعزز المشهد الثقافي. وتتواصل فعاليات مهرجان خليفة اسطنبولي للمسرح المغاربي بالمنستير إلى غاية يوم السبت القادم بالمركب الثقافي بالمنستير. التفاصيل في النقل التالي. تتواصل فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان خليفة اسطنبولي بالمنستير بنسختها المغاربية التي تميزت بتنظيم عروض مسرحية وندوات وورشات تكوينية مع تغييب للمسابقات والجوائز. مهرجان خليفة اسطنبولي للمسرح المغاربي هو مهرجان ينعقد من 12 إلى 20 أفريل 2013 في دورته الثالثة في صيغته المغاربية، والمهرجان عموما هو في دورته 19، يعني المهرجان عنده 19 دورة. حاولنا من 2010 أن نغير الصيغة، نعتبرها نحن هي لمة مغاربية في فن المسرح وتجمعهم هذه المدينة العريقة كذلك مدينة المنستير. في البرنامج متاعنا مجموعة من العروض، مشاركات من موريتانيا، من المغرب، من ليبيا، هذه السنة ليبيا زوز فرق شركة تشارك معنا، وكذلك وأهم الانتاجات المسرحية التونسية اللي وقع انتقائها للمشاركة في هذه التظاهرة. يذكر أن مهرجان خليفة اسطنبولي للمسرح المغاربي يعد من أهم التظاهرات الثقافية، إذ يحتضن أبرز العروض المسرحية على الصعيد الوطني والمغاربي ليفسح المجال للمسرحيين من بلدان المغرب العربي للتلاقي والتحاور وتبادل الخبرات وتجارب، وليمثل فرصة لعشاق المسرح للانفتاح على التجارب المسرحية المغاربية. عشق المسرحية المسرح يا ولادي هو عشق الفرح والسعد، عشق الخير والهداه، ما تخدمكم مترابطين وعليك الواحد ويداكم في بعض. وبهذا نصل لنهاية ما لدينا من أخبار ثقافية، شكرا على حسن المتابعة. بالأخبار الثقافية نكون وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.